اسعد الله صباحكم يا رفاقة الخير، الجميع ثابت لكم جميعا وين ما كنتوا مشتركين صح؟ انت شفت الفيديو قبل كل حد، شو عندنا؟ عندنا حلم الطفولة. اليوم عندنا الريسنج درايفر اندي اللي هو كسر الرقم القياسي للسيارة هذه والسيارة هذه، هذه البيور سبورت، هذه سرعتها الكاملة 350 بس، اقل وزنا ب 50 كيلو. بتشوف الجناح فيكس يا صديقي. خلنا قبل ما نطلع وناخذكم على علوم السيارة هنسمعكم صوت ال 16 سلندر، اتوقع عادات وتقاليد. والله قربوا الباب تحسه خفيف عشان الكنتارة ومن هذه المواضيع، ف والله لازم تسكر الباب. جاهزين تسمعون الصوت؟ بوغاتي بيور سبورت حاضرين. ولد ولد صوت ولد. Let's go everyone. وانا لون احمر شغلني 1500 حصان يا رفاقة الخير. اهم شيء في السيارة هاي تعرف شو؟ انه ما في هنا مفتاح للليمت للسبيد، ما فيها المفتاح، فخلنا نسمع الصوت. Okay, let's go. Yes. طبعا هذه السيارة المفروض انها مسواية حق التراك يا اصدقائي. شو يعني؟ يعني أننا نحن نقدر نسوي لها بوش حق الكورنرز أكثر. بتلاحظ أنه الجير ريشيو في هذه السيارة أفضل عن هذيج اللي هي الاس اس، ومن الدوس تصح ال 1500 حصان اللي عندك. قال لي أنه البريكات لازم أنا أكون عليها على طول. ليش؟ لأنه هذه ما فيها اير بريك نفس اللي كان عندنا في هذيج السيارة. هنا على ستريت حلو ندوس نطلع 1500 حصان. طير يا حبيبي طير. 200 ريبريك. واو يا سلام، سلم على البوغاتي شيرون بيور سبورت. على العموم هي طنين، ولكن خففوا الوزن ب 50 كيلو. انت تقول شويه، ولكن 50 كيلو في التراك تفرق وايد يا صديقي. هذه مسوايه للي بياخذ البوغاتي ماله ويبي يروح على وين؟ فين داير يروح؟ يروح على التراك. فهذه السياره تراك فوكس اكثر واكثر. عشان كذا واحدة من أغلب أو من الأشياء الأساسية اللي مش موجودة في هذه السيارة اللي هو المفتاح مال التوب سبيد اللي عارفينه من بوغاتي. هذه ما فيها المفتاح مال التوب سبيد. ليش؟ لأن سرعتها 350 كيلو والهورس باور مالها 1500، التورك 1500. بتلاحظ الديناميكية في السيارة على اللفات، الايروديناميك مختلف لهذه البوغاتي. واو طبعا هذه أقل ب 500 ألف درهم عن الثانية. يا سلام سلم، يا سلام سلم. اوكي بعد شويه بنصير على الستريت يا رفاقه الخير، وهذه قربنا على 300. بنشوف هذه كم بتجيب يا اصدقائي. الحين عندنا الخط السيده الستريت لاين. جمع الباور جمع الباور، لف على اللفه، والحين خذ التراك كامله ودوس دوس يا مال الدوس ولد. 200 و150 على البراد، 270 very 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 hard in the brake knob. نايس. سيارة قسم بالله انها طر. يعني شوف انا ما بقول لك ان البوغاتي هي اللي بتشك الدنيا شك في التراك، ولكن انك انت تسوق البوغاتي مالك في التراك هذا شيء خرافي. How many cars are they? From this one is like one of 60. One of 60. فستين سيارة فقط. شوف بخبركم معلومة عشان ما أقص عليكم يا أصدقائي. البوغاتي لما بتسوقها، وأنا بتم أقول لكم بوغاتي وبوغاتي وبوغاتي، من داخل طبعا كله كاربون فايبر والكانتارا. البوغاتي لما تدوس فيها تعيد لك، يعني تسترجع لك السرعة كاملة. كيف انت متعود ان السرعه كامله بالسيارات الثانيه كيف، ولكن في البوغاتي الموضوع كله يختلف. عندك ارقام مختلفه، انت متعود تمشي 150 في هذا الشارع، البوغاتي هني بتمشيك 250. 250 يا اصدقائي، ريلك على الريس 150 200 على طول 150 200. اوكي هذه السياره من 0 ل 300 في 12 ثانيه.
1.4. انتم متخيلين الموضوع هذا؟ متخيلين؟ طبعا الفلابي بدل جير بتشوفه اكبر من داخل، بتشوف الكانتارا وايد من داخل، تعطيك ايحاء ان السياره هذه هي سبورتيه اكثر. الجير 8 سرعات، الريشيو فيه اسرع عشان انك انت تدوس في هذه السياره على كيف كيفك، تاخذ التراك كامله عشان الخط السيده، وهني اجب على ريستار اجبين. 16 سلندر، 1500 حصان التورك، 1500 من الصفر ل 100 2.3 سكند. ولد هالمره وصلنا 280 يا اصدقائي، 280 والامور طيبه. 280 في سياره ثانيه بتحس انك انت بتجيب العيد. في البوغاتي اقدر اشرب كرك، والله اني اقدر اشرب كرك عسكر. واو واو كول جلاب فير اناف فير اناف. على العموم العداد اللي احنا نسوي الكولينج لاب، بخبركم العداد اللي قدامي شو 500 كيلو متر في الساعه. السياره من داخل من برا بتلاحظ انه الجناح ثابت، ومن قدام شكلها مختلف. الاكزوز نفسه، الوزن اخف، والهورس باور نفسه يا اصدقائي. من داخل بتلاحظ في لون احمر، بتشوف الكانتارا، بتشوف هني هذا ال 3 دي الكانتارا بعد موجود. الفلابي بدل جير بيكون اكبر، وبتلاحظ الجير لونه اسود. هذه 60 سياره فقط في العالم، محظوظين جدا ان نسوقها. ودعواتكم اسال الله عز وجل ان انا وانكم، انا وانتم نشتري لنا كل واحد وحده، والله العظيم تستاهل. مشتركين بخبركم شيء، القناه ما اعرف شو فيها، بس اتمنى منكم يا اصدقائي انكم تشتركوا. يعني شل فصل الاشتراك بعدين اشترك مره ثانيه، في استرايك قوي على القناه، ولكن نحن محتسبين بكم لانكم انتم كفو، قسم بالله انكم كفو. على العموم الفيديو الجاي بيكون فيديو خرافي، ونفس ما قلت لكم دائما اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد، من البيور سبورت، من بوغاتي، من قنبله الموسم، من اسرع سياره على وجه الارض يا رفاقه الخير، بوغاتي شيرون بيور سبورت. اذا انت ما متابع حساب انستغرام هذا حساب انستغرام، اذا ما متابع حساب سناب شات هذا سناب شات، اذا ما متابع تيك توك هذا حسابي في تيك توك. Did you feel some of the difference? Yes, and yes. I mean, I felt the braking is different. I felt the cornering is different. You mean in the braking, right? Yeah, just in the braking, a bit moving, and that's okay, I guess. Yeah, it's not going to rusty. Just like you have to play more, and you have to get more feedback. That's the reason of that car, is to get more feedback, more dynamic in the steer. Woo! انا في حلم ولا في علم يا رفاق؟ كانت هذه البيور سبورت من بوغاتي. على العموم اذا انت مو مشترك اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد. نفس ما قلنا لكم عندنا السيارتين في التراك، صوبنا حلم وتحقق بصراحه. هذه السياره 60 حبه في العالم. على العموم اذا كنت انت مو مشترك اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد. هذا حسابي انستغرام، هذا حسابي في تيك توك، هذا حسابي في سناب شات. طلع تليفونك وسوى سكان حق الكود. مكان ثاني ولا تحدي ثاني، اتوقع هي الوقت اللي نقول جميع ثابت، جميع ثابت. Ready? Shot one. اوكي سكرنا الباب يا رفاق. ربعك هذا المعسكر لهم مشتركين؟ مشتركين اكيد؟ ها؟ مشتركين مشتركين. على موعد رحلة للبيور سبورت، لين ما يجهزوا الكاميرات والشغلات الثانية. بتلاحظ انه الجناح ثابت هذه المرة في هذه السيارة. عندك 50 كيلو منزل، كيف نزلنا 50 كيلو من هذه السيارة اللي تقريبا وزنها طنين؟ عندك من عن طريق الويلز ومن داخل كاربون فايبر، وشالوا لك عزل الصوت، والجناح الخلفي عبارة عن شو؟ عبارة عن جناح ثابت. السيارة ونشوفها كيف في التراك، لانه هذه مخصصة على التراك، عشان كذا حددوا سرعتها 350 بس نوت مور. خلنا بيور سبورت. طبعا باسكول كان يسوق السيارات، بعد اترك مسموح باسكول. رد الكرسي ورا، تعرف الحين صار مانيوال الكرسي ماله، باي ذا واي كرسي مانيوال. شفت قلت لك رد الكرسي.